مركز الفنون والمعارض بالتنسيق مع دار الثقافة عبد القادر علولة بمناسبة اليوم العالمي للفن الإسلامي ينظم معرض الزخرفة في المعمار الإسلامي من يوم 14 إلى 16 نوفمبر 2022، وذلك برواق الفنون عبد الحليم همش. أرتيس. أنا في ولاية تلمسان، جينا لهنا معرض مشهور، جينا شفنا فسيفساء، وجينا شفنا سلايج وعرفنا التاريخ تاعو، ورحنا نشوفو هنا وعجبنا الحال. ميرسي بوكو.